صباح الخير لكم مشاهدينا وين ما كنتوا بجولة صباحية جديدة رح نرافقكم فيها لنحكي عن جانب تعليمي مميز بالإضافة لعدة فقرات ومواضيع. خلونا نشوف أبرز العناوين. تفوق للطلبة السوريين في امتحانات الشهادة الثانوية في الداخل ودول اللجوء ومساع لإكمال مسيرة التعليم رغم الظروف القاسية. النظام يرفع أجور النقل بمعدل 3.70 قرشاً لكل كيلومتر. أرسنال يتوج بلقب كأس الدرع الخيرية بعد تغلبه على تشيلسي بهدف نظيف. فيسبوك تصنع طائرة من دون طيار تعمل على توصيل شبكة الإنترنت للمناطق النائية في العالم. مشاهدينا رح نبدأ جولتنا لليوم مع الطلاب يلي حققوا النجاح والإنجاز وتفوقوا داخل مخيم الزغدتري رغم انقطاع الكهرباء وحرارة الطقس صيفاً والعواصف شتاءً. بسعدنا يكون معنا قاسم الحريري طالب متفوق من مخيم الزعتري وأيضاً حميد العمر. أهلا وسهلا فيك وأيضاً هو طالب متفوق. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. بالبداية مبروك نجاحكم وإن شاء الله من نجاح لنجاح أكثر. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا فيك. رح نبدأ من عندك قاسم. خلينا نحكي أنت عم تدرس وعم تتعلم داخل مخيم الزعتري، قد إيه أنت فعلا سعيد بإنجازك ونجاحك وقد إيه فعلا كانت في صعوبات ومشاكل كثير عم بتواجهك خاصة أنك يعني داخل مخيم؟ الصراحة يعني ما في بعد فرحة النجاح يعني. أكيد أنا فرحة، هي فرحة بالعمر، فرحة النجاح يعني. رغم يعني احنا يعني بتزيد الفرحه لما الواحد انه بيكون مواجه صعوبات اكثر. نعم. فنحن يعني على رغم الصعوبات اللي واجهنا مخيم الزعتري يعني زادت فرحتنا كثير بالنجاح. نعم. فنحن قاسم قديش جبت معدل؟ انا معدل 86.7 بالفرق الادبي. نعم. وقد ايه كانت في عن جد صعوبات سواء مثلا بمنهاج التعليم، نقص دورات، شو ابرز الصعوبات اللي كانت عم بتواجهك وانت يعني جبت معدل جدا عالي من المتفوقين؟ ابرز الصعوبات يعني احنا كنا انقطعنا عن التعليم يعني لمده تقريبا سنه ونص. نعم. فدخلنا على مخيم الزعتري. وكان في عندنا مخيم الزعتري يعني اوضاع يعني صعبه يعني الحراره بالصيف والبروده والثلوج بالشتاء. كمان في انقطاع التيار الكهربائي كان بالليل يعني هاي عانينا منه. وكمان عانينا من ضعف بعض المواد يعني وما كان في يعني دورات انه تساعدنا يعني. فاحنا الحمد لله بس استطعنا انه نتفوق هاي الامور. نعم. ونحصل معدلات عاليه. نعم. وانت جبت معدل عالي وكان في انقطاع الكهرباء ودرجات الحراره عاليه والكهرباء انقطعت فتره طويله بمخيم الزعتري. مزبوط. مزبوط. نعم اكيد بتستحق اكيد النجاح. رح ننتقل عندك حميد، خبرنا اول شيء شو التخصص تبعك وقد ايه كان معدلك وقد ايه انت سعيد ومبسوط بفرحه نجاحك. انا متخصص علمي. نعم. معدل 93.8. والله وفرحان كثير لاني رفعت راس ابوي. الله يخلي لك اياهم يا رب. يعني ابوي وامي كانوا يقولوا لي اقرا، اقول لهم ما بديش اقرا يعني اخوتي. نعم. واحد هندسه مدني وواحد هندسه معلوماتيه. نعم. انقطعوا عن الجامعه وما قدروا يكملوا دراستهم. قلت يعني اذا بدي اقرا بدي اظل قاعد جنبهم. قال لي اقرا والله بدبرها. نعم. والحمد لله على الانجاز هذا بهدي لابوي ولامي. الله يخلي لك اياهم يا رب. كمان. اكيد بتستحق اكيد النجاح. انت ده خارج المخيم، انت عم تدرس بمحافظه اربد، خبرنا ايضا حميد شو ابرز الصعوبات اللي كانت عم بتواجهك؟ انت غير موجود بمخيم ولكن ايضا كطالب بتكون في صعوبات سواء كنت داخل او خارج المخيم. ابرز الصعوبات انه منهاج جديد، انقطعت عن دراسه سنه. نعم. ما قدرت يعني اول شيء اتاقلم مع المنهاج. اصحاب جدد يعني وجو البيت كان صغير كمان يعني. ما قدرت اني اخذ راحتي مثل ما كنت ماخذ راحتي بسوريا. نعم. لما كنت قاعد بسوريا عبيتنا الكبير وكنت اقرا يعني بحريه اكثر. ما. نعم. كنت اقرا بحريه كثير. نعم يعني البيت تبعنا يعني البيئه ما كانت مناسبه لحتى الواحد يعني يدرس ويتعلم ويتفوق. يعني البيئه واحد نفسيته تعبانه وخاصه انه قريته صار له 3 سنين مهجر الناس منها ما. صحيح. هو قادر يعني يقرا، نفسيته ما هي مليحة. نعم. واخوتي كمان نفس ما قلت اخوتي انه ما درسوا ما كملوا جامعاتهم. نعم. ف
فخفت انه يكون مصير نفس مصيرهم واني ما ادرس جامعات، بس الحمد لله ان شاء الله ما بيكون مصيرك وبتدرس وبتتعلم باحسن وافضل الجامعات. قاسم خلينا نحكي كيف كنتوا عم بتروحوا على المدرسه بمخيم الزعتري، وقد ايه كانت في صعوبات، المناهج مختلفه، محتاجين لدورات، محتاجين لدعم، مش فقط دعم تعليمي، دعم نفسي وايضا دعم اجتماعي. الحقيقه يعني المدرسه كان عندنا يعني الدوام يعني اقصر من الدوام يعني خارج المخيم. نعم. فالمخيم كانت احنا عندنا الحصه 35 دقيقه. يعني الاستاذ يعني ما بيلحق يفوت على الدرس، بيكون راح يطلع. اما يعني بالخارج كان عندهم 45 دقيقه، يعني الاستاذ باخذ راحته اكثر والطالب باخذ راحته اكثر عشان يستوعب الماده. يعني احنا يعني ما بنلحق انه ناخذ المعلومه يعني معلومه ورا معلومه. والعدد قد ايه بالصف؟ كان كبير قليل؟ الصف مهيأ فيه تكييف؟ كيف، خبرنا شوي عن اجواء ايضا التعليم. والله الصف يعني كان اعداد يعني بحدود يعني 25 يعني كطلاب، يعني كنا احنا عادي الاعداد يعني مقبوله. نعم جيد 25. يعني بس يعني في كثير يعني من زملائي تركوا يعني بعد ما فشوا بالفصل الاول، يعني وهذا شيء يعني نحن احزننا كثير يعني. لانه يعني هم قادرين هم يتعاملوا مع المنهاج وانهم ينجحوا، بس هم ما قبلوش يكملوا التجربه تبعتهم. شو الأسباب قاسم؟ لما كانوا بقية الطلاب عم بتعلموا؟ أنت يعني قدوة ومثال للنجاح والتفوق بالرغم أنك داخل مخيم الزعتري. يعني العمل النفسي كان يلعب يعني أكبر دور، يعني كل واحد يعني أخو سوريا، أخو شهيد، أبوه مش موجود يعني معه، بده يصرف على إخوته، يعني هالأوضاع يعني العمل النفسي كان يلعب دور كبير. كمان يعني الطلاب يعني في طلاب يا أخي ما قدرت تنسجم يا أخي مع وضعهم بالمخيم يعني بشكل عام، مو بس مع التعليم. يعني كان وضع الدراسي بالمخيم فينا نقول انه جيد مقبول، او حتى يعني لا يعني ما بوصل لدرجه انه مقبول. والله يعني انت طالب وكنت موجود يعني عايش اللحظه. والله اللي بده يتعلم بده يكون مقبول تعلم. يعني عنده اللي بده يتعلم، اما اللي يعني ما بده يتعلم ما بيكون مقبول. طب خبرنا شوي، في اصدقاء لك وزملاء بالدراسه نجحوا جابوا ايضا معدلات عاليه وكانوا مثلك يعني قصه من قصص النجاح؟ والله اكيد يعني في يعني معي ثلاث طلاب يعني الحمد لله معدلاتهم فوق 80، يعني في عندنا بنتين وشاب. نعم. بس واحد بنت علمي وبنت وشاب ادبي. طب كثير حلو. ايضا احمد خلينا نحكي عن قد ايه مهم الواحد مثلا يطمح لشيء معين ويحصل على طموحه، واذا انت خبرت انك حابب تدرس طب، شو هي الاجراءات اللي راح تعملها لحتى تدخل بجامعه وتدرس وتتعلم؟ الحمد لله، اول شيء انه الجامعه انا راح احاول بكل الطرق، عم فوت على مواقع الانترنت، عم فوت على المنح، عم فوت على كل شيء، عم براسل جهات خاصه وجهات عامه ويات مواقع عم بشوفه، عم فوت وعم براسله عشان اقدر احصل منحه دراسيه. نعم. وادرس. يعني شو حابب تدرس تخصص؟ انا حابب ادرس طب بشري. اذا قدرت جامعه تكنو. واذا مثلا غير طب، ايش عندك خيار اخر؟ طب ولكن شو التخصص الثاني؟ ايش حاطط في بالك خيارات اخرى ولا ما في بدائل ابدا؟ خيارات اخرى لا والله. يعني طب يعني طب. طب ان شاء الله. ان شاء الله، هو معدلك يعني عالي ما شاء الله. الحمد لله، وال كمان ان شاء الله يعني اللي حفزتني اقرا وراح تخلي كل طالب تحفزه انه يقرا. مثلا طلاب سوريا اصحاب ورفقاته صاروا جامعات، هو مثلا قاعد هنا ومش قادر يسوي شيء، لا بقدر يسوي شيء. لازم يتعلم، هو لازم يتعلم ولازم يجيب علامات، والله راح يسهل اكيد معه. والتعليم هو سلاح يعني اكيد ما فينا ننسى. صحيح. احنا مكملين معكم باجواء التفوق، ولكن بدنا نروح لتفوق الطلاب ولكن في المناطق المحرره حيث لم تثني ظروف الحرب الطلاب حتى يعملوا ويتعلموا ويدرسوا ايضا ويحصلوا على علامات ودرجات عاليه. راح نتابع مزيد من التقرير ومكملين معكم. في مناطق سيطرة الثوار تمكن هؤلاء الطلاب من الحصول على شهادة الثالث الثانوي، هي فرحة النجاح التي لا تضاهيها فرحة لدى من نجحوا في تخطي عقبات التعلم محرزين نتائج تقترب من المجموع الكامل لدى البعض. قدمت منطقة الأتارب وجمعت 230 من أصل 240، حصلت على المركز الأول في مدينة الأتارب. طبعا طموحي أنه أكمل دراستي بجامعات الطب، إذا فتحوا جامعات ما خرج أنا أسافر برات بلد تركيا مشان أقدم كذا، وضعي المادي ما أسمح. 200 طالب هو عدد السوريين الذين حصلوا على الشهادة الثانوية هذا العام، والتي صدرت نتائجها قبل أيام على موقع وزارة التربية والتعليم الحرة، والتي أشرفت بدورها أيضا على سير العمليات الامتحانية والتي بدت هادئة ومنظمة رغم صخب الحرب الذي لا يغادر أجواء البلدات المحررة.
انا محمد عكوش من ريف حلب مدينه الاتارب، قدمت في الحكومه السوريه المؤقته وجمعت مجموع معدل جيد، وانا طموحي ادب انجليزي وحابب اكمل دراستي في الجامعه التركيه بسبب تسهيلات قدمها الحكومه التركيه للطلاب السوريين. الحصول على اعتراف دولي بالشهادة الثانوية في سوريا المحررة هو ما يطلبه الناجحون من خلال التقدم لامتحان معادلة الشهادات في تركيا. في العام الحالي تقدم إلى امتحانات شهادة الدراسة الثانوية 582 طالب طالبة. عندنا كان عدد الذكور 282 طالب وعدد الإناث 300 طالبة. فرص النجاح فرص المستقبلي للطلاب إما متابعة التعليم بتركيا أو في معهد شهداء الثورة لإعداد الدارسين المعلمين بمدينة الأتارب. قديما قيل اطلب العلم ولو في الصين، واليوم اطلب العلم ولو في تركيا، هي دعوة للطلاب السوريين لإكمال طريقهم في التحصيل العلمي متجاوزين عقبات الحدود، ومهما بدا طريق العلم طويلا. كريمة السعيد، أورينت نيوز، حلب. دائما مشاهدينا عم بتكون معنا قصص نجاح لطلاب وسوريين في مختلف المناطق ودول العالم. اول شيء شو رايكم بالتقرير؟ وايضا في كثير طلاب عم بيعانوا سواء كانوا بالداخل السوري وايضا بالخارج السوري، شو رايك قاسم؟ والله يعني احنا بنفرح بنشوف تقارير يعني لطلاب ناجحين يعني سواء يعني في دول الجوار او في سوريا، يعني احنا بنتمنى انه كل الشباب يدخلوا بالتعليم لانه هو يعني السبيل الوحيد عشان نرجع نعمر سوريا. يعني اهم شيء التعليم اكيد. احمد، خلينا نحكي ايضا عن خططك. انت كنت عم بتقول لي بعد قبل الهواء انه انت عم بتحاول تقدم منح ولكن عم بتكون عندك صعوبات، شو الاسباب؟ الصعوبات انه هي ما معي جواز سفر. يعني اغلب منح انه بدها جواز سفر ومنح اوراق، صح، منح بالجامعات الاردنيه محدودة. نعم. ومش المنح الكبيرة يعني. بدي أطلع جواز سفر بس مو قادر لأنه أبوي ضابط منشق. نعم. يعني ما بقدر أطلع جواز سفر وما بقدر أقدم على منحة برا الأردن. طب شو الخيارات اللي رح تلجأ لها مثلا؟ رح تتعلم داخل الأردن؟ كيف رح تقدم؟ شو نوع المنحة اللي ممكن أو حتى الجهات المعنية اللي ممكن تتوجه لها؟ والله يعني توجهت للمفوضية. رحت على المفوضية وقدمت منح الدافي. وهسا عم بقدم على منح. أيات منحة عم بشوفها على النت إنه دراسة بالأردن عم فوت وعم بسجل فيها وعم بتواصل مع ناس مثلاً من الخربة، يعني من خربة غزالة، ساعدوني وقالوا لي إن شاء الله، وعدوني إن شاء الله. نعم أكيد خير. إن شاء الله بتحصل على منحة وتكون يعني مناسبة للدراسة. أيضا قاسم، شو التخصص اللي حابب تدرسه؟ أنت إحنا كنا عم نحكي قبل الهواء إنه حاطط في بالك أكثر من تخصص، شو التخصص اللي حابب تدرسه وأيضا شو المنح اللي رح تقدم عليها؟ انا لو كنت يعني بسوريا كنت راح ادرس الحقوق. بس يعني شاءت الظروف وجينا لهون، فراح ادرس لغه عربيه او نظم المعلومات الاداريه. طبعا تقدمت انا مثل ما الشاب لمنحه الدافي يعني الموجوده اسعين بالمخيم، وان شاء الله خير يعني نشوف شو بصير معنا. يعني ما في جهه معينه بتتبناكم مثلا لكل اجراءاتكم، كل دراستكم، كل تعليمكم؟ ما في يعني ما حاولتوا تتواصلوا مع جهات معينه مسؤوله؟ والله يعني طلاب السنه الماضيه يعني نجح في مخيم الزعتري يعني تواصلوا بس درسوا منها الدافي بس يعني هي موجوده بهيدا بالمخيم يعني. اكيد اكيد نتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولكن كنت حابب توجه شكر. احمد تفضل. بحب اتوجه بالشكر اول شيء لله عز وجل. دائما الشكر والحمد لله عز وجل. بعدين لابوي وامي شجعوني اني ادرس وافوت واقرا واجرب هالتجربه. الله يخلي لك اياهم. بعدين لجدي سوري هو بوجه له اكبر تحيه. اكيد. ولكل رفقاتي وخاصه اويس. معي من سوريا من الصف الاول وساعدني كثير هون. اوكي، اكيد موفق كمان. وللمدرسه ولقناه اوريان. الله يخليك. وانت قاسم كنت حابب توجه شكر صغير لمين؟ انا بوجه كمان شكر الحمد لله لله يعني ان حققنا هذا النجاح. كمان احنا نشكر يعني المدرسه، نشكر يعني الوالد والوالده يعني اللي ساعدونا وحفزونا يعني نكمل دراستنا. كمان بنتوجه شكر لوزاره التربيه والتعليم كمان الاردنيه لانها وفرت لنا مقاعد دراسيه في الاردن، وكمان بنشكر مدرسي اللغات يعني بشكل عام يعني لانه احنا كانت لغاتنا ضعيفه يعني، وبالاخص استاذ محمد الحريري ومنذر بن يونس. الحمد لله لاني يعني حصلت على العلامه الكامله باللغه العربيه بفضلهم. كمان مدرسي اللغه الانجليزيه. اكيد. وطبعا اكيد انتم بتستاهلوا النجاح والتفوق. نشكر كمان سوريات عبر الحدود لانها فتحت لنا دوره ولو جات متاخره يعني. نعم. في مخيم الزعتري للتقويه. المهم اخذتوا دورات. الحمد لله. اكيد اكيد نتمنى لكم ايضا النجاح والتوفيق، وان شاء الله تختاروا التخصص المناسب لكم، واهم شيء انه اهلكم عم بيشوفوكم عبر اورينت هلا، صح؟ اكيد اكيد. حمادي العمري وقاسم حريري طالبان متفوق
خان. شكرا كثير لحضوركم معنا واهلا وسهلا فيكم. مشاهدين رح نتوقف مع فاصل، مكملين معكم جولتنا الصباحيه.